ليش تأخر؟ بركي صاير شي. اهدي شوي نيفين، ما في داعي لكل هالخوف. بس ما يكون صار له شي. افتح الباب. وأنا اشتقت لك كمان. كتير اشتقت لك. كيف جرحك؟ تحسن؟ منيح. أصلا مانو خطير، لا تخافي. أهلين أحمد. أهلين فيك. أهلين. مرحبا غسان. أهلين. لا تفهمني غلط، بس هو شو عم يعمل هون؟ هو اللي ساعدك لتهرب من السجن. لولا غسان ما كنا قدرنا نعمل شيء أحمد. رسول، أنت طلبت منه هو نفس؟ إيه. شكرا. واجبنا. لازم نستعجل، خلينا نحكي بالتفاصيل. هلا اليوم رح تسافر على فلسطين، وهدول لك. ساوينا لك هوية مزورة وكمان باسبور. اليوم المساء رح نلتقي بشباب من فلسطين، رح تروح معهم وهنن بعدين بيوصلوك. ما فيني روح. ما فيني اتركني فين. أحمد، بس أنت مضطر. وجودك هون خطر عليك، بعدين مسؤولياتك وأولوياتك أهم من مشاعر بتكن لأي شخص مين من كان. لازم تكون فهمان هذا الشيء. ليك نيفين بصعوبة لقيتها وما رح أتركها. فهموني. فهمانين عليك أحمد. حتى لو هن مو فهمانين أنا فهمانتك. بس أنا بدي إياك تروح. هيك بدي. ليش؟ أنا مو مبسوطة، بس بدي إياك تروح. نحن لازمنا وقت، ووقت طويل مشان يرجع كل شيء مثل قبل. وإذا ضليت هون ما رح يكون عنا أي فرصة. أحمد، إذا بتحبني عن جد روح. يمكن بعد شهر، يمكن بعد سنة،
كل شي رح يتصلح ورح نجتمع سوا مرة تانية. متأكدة؟ لكي إذا مانك متأكدة ما بسافر. متأكدة. روح. كل شي جاهز؟ جاهز. أنا رح سافر. طيب رح سافر.